شو عم تعمل على مكتبي؟ والله الكرسي تبعك كتير مريح، بتعرف تنقي، بس ما حبيت ديكور الغرفة بالمرة، مو ستايلي. الفرش كله لازم تغيره وتجيب غيره. خلينا بالمهم، احكي يلي بدك تحكيه وطلع من هون. سمعت انك بالغت كتير بقصة العامل، وعم تدور هون وهون، وعم تقول مين ما كان المسؤول عن هالشي رح يتعاقب، مزبوط هالشي؟ يلي سمعته صح، انا رح ضل عم اعمل كل يلي بيطلع بايدي لتتعاقب وتاخذ جزاتك. رح اعمل هيك كرمال هالعامل المسكين. مستاهلة تزعج شريكك مشان شقفة عامل رخيص؟ شو عم تقول انت؟ ما هيك صار. هلا بدك تقولي لي نارين، انت حاسه انه حبي لك ناقص او تغير، او حاسه انك فقدتي ثقتك فيني؟ قولي. لو كان عندي 1000 حياة كنت حبيتك فيهم كلهم، ورح ضل حبك لآخر نفس. شفت اني بقدر عاقب اللي بيقرب علي كمال تارهون، وهلا لساتك مصر تضل عم تتحداني؟ مسكين، مفكر حالك اذا مسكت مسدس فينك تعمل يلي بدك اياه؟ انا وعدت عيلة هداك العامل اني ما رح اسمح للمجرمين امثالك يأذوهم باي شيء. واو، البطولة عنكن وراسة بالعيلة؟ وقفوا، شو عم تعملوا؟ وقفوا. نلع من هون، ما عاد تحط رجلك بهي الشركة مرة تانية. لو سمعتيني شو قلت له أمي كنتي رح تزعلي مني، بس أنا كنت مقهورة، ما عرفت حالي شو كنت عم أحكي. بعدها طلع من البيت وهو معصب، ما بعرف، حاسة بشعور بشع. ما رح أرتاح لحتى أتصل فيه. ألو ست نارين، صار شي مو منيح بالشركة وقلت لازم خبرك بهالشي.